إيميجنيشن أبو ظبي تفخر أن تقدم لكم فيلم المخرج الإماراتي نواف الجناحي والكاتب محمد حسن أحمد ظل البحر. في حياة كل منا هناك أسئلة لا نجيب عنها أبدا ولحظات لن تنسى مهما عشنا دهرا في حي صغير على مقربة من البحر. صديقان على مشارف سن الرشد يواجهان خيارات قد تغير حياتهما إلى الأبد. في ظل التقاليد وفي أحضان العائلة لا شيء يمكن أن يشكل عائقا بينك وبين المسار الذي تختار. عندما يكون مستقبلك كله نصب عينيك ظل البحر في صالات السينما ابتداء من 17 من نوفمبر.